نشرة الأخبار تأتيكم من قناة 218 والبداية بأبرز العناوين. بوغدانوف: تدخلنا في ليبيا مشروط بطلب الحكومة. النواب يواصل جلساته حول تشكيل لجنة الحوار. النكوع يبحث دعم الحرس الرئاسي في فرنسا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن أي تدخل عسكري في ليبيا مرهون بقرارات الأمم المتحدة أو طلب من الحكومة الشرعية في البلاد. نستقبل جميع أطياف المطبخ السياسي الليبي، أنا أقصد حتى يعني القادة لبعض القبائل، لأنه مجتمع ليبي قبائلي في أساس، وكذلك يعني القوى السياسية الموجودة في شرق وفي غرب وفي جنوب، فلدينا اتصالات مع طبرق ومع طرابلس الغرب، مع سيد سراج، مع مشير خفتر، مع سيد أجي وصالح، مع كل الأطراف، لأنه في نهاية المطاف نحن نمارس السياسة ليس على أساس معايير المزدوجة. ففي سوريا وفي اليمن في ليبيا نحن مع فكرة ترتيب الحوار الوطني الشامل بمشاركة الجميع ممثلي لأطياف المجتمع السوري الليبي اليمني، لكي هم يتفقوا على طاولة المستديرة التفاوض بدعم، ليس يعني الضغط ولكن بمساهمة دولية. لكن روسيا تدخلت عسكريا في سوريا، هل ممكن أن تتكرر هذا يعني في ليبيا؟ شوف يعني نحن دائما نقول أنه علينا على جميع أن نحترم المبادئ الدولية، شرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هنالك في مبادئ لشرعية الدولية، وفيما يخص يعني السيادة الدول لازم نحترم السيادة، وأي تدخل بالقوة أو عسكري يتطلب نقطتين: إما قرار مجلس الأمن على أساس فصل 7 لميثاق الأمم المتحدة، إما الطلب من الدولة نفسها، من حكومة شرعية في دولة. ولذلك نحن دخلنا لي يعني المشارك في مكافة الإرهاب على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في دمشق. إذا في طلبات يعني من الحكومات الأخرى فسندرسها. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على محورية اتفاق الصخيرات في تحقيق انفراجة بين أطراف الأزمة. شكري استعرض مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تايلرسون في أول لقاء يجمعهما نتائج الجهود الأخيرة للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا مع الأطراف الليبية المختلفة، كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما في إطار المصالح المشتركة الرامية إلى دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن الشجاعة التي يتحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج حقيقة جديدة وهامة. وخلال تقديم التقرير الخاص بمجال الأمن من قبل نظام الاستخبارات الأمنية ديس في روما، أضاف جنتيلوني أن المواقف التي تتصف بالمسؤولية والتي تتبناها السلطات الليبية الحالية وسراج أمر مهم جدا، وحقيقة أن هذه السلطات تطلق رسالة وتحت والتي تتمثل بالاستعداد لتحمل المسؤولية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين، هي حقيقة جديدة وشجاعة. وخلص رئيس الحكومة الإيطالية إلى القول إن هذا لا يمحو هشاشة الوضع الليبي، بل يخبرنا أن هناك أرضية يجب العمل عليها. بعد أسابيع من المداولات والفشل في التوصل لصيغة لاختيار أعضاء جدد للجنة الحوار السياسي، تستكمل اليوم جلسة تبدو أكثر جدية في حسم الموقف بالنظر إلى وصول عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة الأمس إلى 114 نائبا. وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح المجلس في خلق توافق وإيجاد آلية للتصويت عليها، ناهيك عن طرح أكثر من مقترح يعتمد أحده على مبدأ المحاصصة والتوزيع حسب الدوائر الانتخابية، غير أن تباينا كبيرا في الآراء أجل حضور فريق لجنة البرلمان للحوار للجلستين السابقتين.
خلال الجلسة دعا رئيس المجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس لاغتنام فرصة الاجتماع ليختاروا لجنة للحوار، مشددا أن لديه صلاحيات تؤهله لاختيار لجنة في حال لم يتفق النواب على ذلك. نتمنى أنكم تتفقوا على شيء معين. أنا راه والله لأني متخيل واحد ولا عندي واحد نبي نختاره، لكن نبيكم تتفقوا. إذا كان ما اتفقتوا في صلاحياتي وقلت لك مستعدين نمارسوها، وبرضه حترضي العدد الكبير منكم. أرجوكم خلينا نعطيكم الفرصة بدل هالسرعة وهالكذا، وحاولوا تقعدوا مع بعضكم وخلونا نطلع من هالقضية اللي كانت قضية كبيرة. أما فيما يتعلق بالثوابت راهو صحيح، نحن بدينا بجدول الأعمال، لا يمكن يصدر قرار اللجنة إلا ما إذا اتفقتوا على الثوابت، لأن حتذكر في القرار شكلة اللجنة باختصاص وحدود كذا كذا، ويجب أن ترجع إلى مجلس النواب. وبالتالي رأوا يا جماعة ما فيش خوف من العملية هذه، عملية هذه عادية وبسيطة، الثوابت معروفة، نعرضون عليكم برضه تبحثون، البعض منكم عنده منها علم. الأمر راهو بس زي ما قال السيد النائب الثاني، عملية الثقة يعني في الشكوك راهو ما لهاش مبرر، يعني خلينا يعني تهدوا شوي وفي نفس الوقت تاخذوا فرصة أكثر. احنا ما نسمش مستعجلين، لأن حتى المؤتمر الوطني مازال ما سمش الوفد متاعه، لكن خلونا نتجه الاتجاه بالتوافق، راهو حل قضايانا راها كلها بالتوافق. إذا لم تكن جلسة فستكون شيئا آخر لا يشبه البيوت التي سقطت على سكانها جراء الاشتباكات المسلحة في كل بقعة تعيشها ليبيا بعيدة عن المسؤول ومهامه. أما عن جلسة البرلمان التي حضرها 120 عضوا لإيجاد آلية تشكيل لجنة حوار، فإنها لم تفرز للليبيين إلا ما اعتادوا عليه من تجاذبات وصراع على الكلمات وإقصاء من يقول كلمته. أولا يبدو أن هذه الجلسة هي جلسة استفزاز وليس جلسة اتفاق على اختيار الحوار. أريد أن أنبه على شيء مهم جدا حتى لا يعتقد البعض أننا أغبياء ونسمع كلامه ويستغل الفرص. أولا أول من ضحى وجاء إلى تبرق هنا وبيوتنا معرضة بالهدم نحن وجينا. ما تهددنيش الآن، النواب المنطقة الغربية هم أول من ضحى وأتوا إلى هذا المكان، وانتم احنا عيالكم وتقسموا في السيارات المصفعة، سيد ببكر في الليل السيارات المصفعة والأموال، جيبوا لنا الحقيقة سيد ببكر. رجاء هذه كلمة وليست نقطة نظام، لو سمحت استفزاز النواب، سمحت. لو سمحت لو سمحت لو سمحت في السيارات المصفعة، لو سمحت في المال العام، لو سمحت جيبوا الحقائق، لو سمحت الديوان لنعرف من هو الوطن الحقيقي. هذا جزء من المأساة التي تعيشها ليبيا، وهذا برلمانها وجلساته المتعثرة التي فشلت في صنع توافق بين أعضائه. احنا أمامنا استحقاق مهم جدا، والكل تداعى أمس وفي الوصول أمس الساعة 2 والساعة 3 في الليل من أجل احنا نوصلوا إلى حل. وإذا كان احنا استمرين بهذا الشكل مش هنتفق على آلية اختيار. رجاء أن ساعدونا بالهدوء، واللي منزعج أو كذا يتفضل ياخذ قهوة برا كيف قبل كيف أمس، وخلونا يا إخوان نشتغلوا على راحتنا. أما عن توافق السراج واتفاق الصخيرات فقد تجاوز الليبيون اليوم ملف الحوار وأصبح ترفا مقابل ما يعيشونه من حروب سابقة وويلات. كان البرلمان ومن معه من مجالس وحكومات بعيدا كل البعد عن صراخ الأطفال وترهيب النساء داخل بيوتهم. أما عن الجزء الذي لا يعد الأخير في ليبيا الفوضى، فإنه يمثل مرحلة جديدة قد تجعل من أهلها يصرخون بملء أفواههم آن أن تنصرفوا، فدمنا الرخيص أغلى من سيوف جلساتكم. قدم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية مبادرة لحل الأزمة الليبية إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك محاولة للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد. المبادرة التي قدمها نصية أوضح فيها أبرز نقاط الخلاف والتي حددها في 4 نقاط، هي إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وإلغاء المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة الحوار. وأشار نصية إلى أن المبادرة تنطلق على عدة أسس، منها الثوابت العامة والحلول المطروحة للنقاط الخلاف وآلية تنفيذ هذه المبادرة في هذه المرحلة وحتى انتخاب رئيس.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس عزم المنظمة الدولية على وضع آلية أكثر فاعلية من خلال أجهزتها المختلفة لمساعدة ليبيا. غوتيرس وخلال لقاء جمعه بسراج على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أكد أن هذا الملف الليبي من أولوياته ومن الضروري التعاون معا من أجل دعم الاستقرار، وأن مصير ليبيا يجب أن يختاره الليبيون وحدهم بإرادة موحدة ودون تدخلات خارجية. السراج خلال كلمته رهن التقدم في حقوق الإنسان بانفراج الأزمة السياسية قائلا أن المجلس يسعى لتحسين الحالة الحقوقية في ليبيا وجبر الضرر لجميع ضحايا الانتهاكات. نحن على قناعة تامة بأن تحقق أي تقدم في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون يظل رهنا بما يمكن تحقيقه من استقرار على الصعيدين الأمني والسياسي، والذي يساعد بدوره في معالجة الانتشار والاستخدام العشوائي للسلاح والحد من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة بما فيها المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم. ونولي أهمية خاصة لوضع وتنفيذ برنامج فعال لنزع سلاح المقاتلين والتسريح وإعادة الإدماج، والعمل على بناء مؤسسات الجيش والشرطة، ونعمل كذلك على تشكيل الحرس الرئاسي من قوات الجيش والشرطة الذي ضمن مهامه حماية المرافق العامة. ولذلك فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل جهود مضنية من أجل الخروج من أزمة راهنة وتحقيق التوافق المطلوب، وذلك على أساس ثوابت الاتفاق السياسي الليبي. ورغم تراجع الحاكم العسكري بن جواد درنا اللواء عبد الرازق الناظوري عن قراره بخصوص سفر المرأة إلا أن سراج جدد انتقاده للقرار قائلا إنه استعادة للدولة الأمنية وينتهك حقوق الإنسان. فإننا لم نصدر أي قرارات من شأنها تقييد حرية المواطن أو تتعدى على حقوقه المشروعة، ولهذا نستهجن ما صدر مؤخرا عن بعض الجهات التي لا تملك الاختصاص أو الشرعية والتي فرضت قيودا على حق حرية التنقل على الأشخاص، وذهبت إلى حد التعدي على حقوق المرأة ومنعها من السفر بحجة الحفاظ على الأمن القومي. هذه الأمور وغيرها تعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة ومحاولة يائسة لعسكرة الدولة وإعادة إنتاج حكم أمني ديكتاتوري، الأمر التي أثار استنكارا محليا ودوليا واسعين. السيد الرئيس، وتزامنا مع زيارته المرتقبة إلى العاصمة الروسية، جدد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تأكيده على أهمية الدور الروسي في عملية المقاربة السياسية على المشهد السياسي الليبي لما تملكه من قواسم مشتركة مع رئاسي الوفاق. السراج وفي مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية قال إنه يتوقع موقفا بناء من موسكو لأنها تمتلك علاقات جيدة مع عديد البلدان المشاركة في الحوار الليبي، ولفت لأهمية مشاركة الجميع في عملية تحقيق الاستقرار العسكري والسياسي في البلاد، معربا عن دهشته من رفض القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لقاءه مؤخرا في القاهرة. السراج أوضح أنه لم يتضح حتى الآن سبب رفض حفتر الاجتماع به، مؤكدا أن اللقاء سيكون خطوة مهمة لبدء مسار إعادة البناء السياسي والعسكري لمحاربة الإرهاب وبناء مستقبل ليبيا. في أول ظهور له بعد أحداث العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي والتي غاب فيها أي تعليق أو تحرك من قبله أو مساعديه، يجري أمر الحرس الرئاسي العميد نجم ناكوع سلسلة لقاءات أمنية مع مسؤولين في الحكومة الفرنسية في العاصمة باريس. زيارة ناكوع التي تم التوافق بشأنها بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير الخارجية الفرنسي جان ماك أيروليه مؤخرا ستبحث سبل الدعم والتدريب للجهاز الحرس الرئاسي وملف مكافحة الإرهاب الذي يشكل هاجسا مشتركا لجميع دول حوض المتوسط، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي مرافق للناكوع ل 218. طبعا يعرفوا ولا يهم الزيارة لفرنسا مهمة جدا، حتى التواصل اللي كان بيننا ممكن فرنسا من الدول اللي يعني دائما نعطي فيها نوع
ان تتميز بشجاعه ومن اول الدول اللي فعلا ادانا على ارض الواقع compris ce qui va se passer et qui va stabiliser donc la situation en Libye. احنا جايين على زياره فرنسا لان عندنا الان مجمل العديد من الافكار on a beaucoup d'idées c'est pour ça qu'on est en train de احنا حنتواصلوا مع الناس on se met d'accord sur pas mal d'idées avec vous على كل الاصعده à tous les niveaux حتى على الصعيد السياسي الان même au niveau politique عندي تطويل من الرئيس حتى في car moi j'ai eu une délégation de la part du président de parler en son nom donc en ce qui concerne les idées dont on a parlé. J'espère déjà ça va être la suite pour ce qui a été mis en place déjà avec la France. Il faut que ça passe. ميدانيا تستمر معارك الجيش لتحرير عمارات الأطناش آخر معاقل الإرهابيين في المحور الغربي في بنغازي، حيث أكد آمر تحريات القوات الخاصة فضل الحاسي جهود الصاعقة لإخراج العائلات العالقة والقضاء على العناصر الإرهابية المتبقية في المحور. خاصة أوكلت لنا مهمة عن طريق القيادة العامة بعدها وفرت إمكانيات أوكلت لنا مهمة العمارات الأطناش قامت بعض السرايا من القوات الخاصة وعلى رأسهم سرية الشهيد سعد الدولي وكذلك سرية التحريات القوات الخاصة وكذلك سرية الشهيد حاج إسماعيل الفلوسي كذلك أوكلت لبعض من السرايا سرية الشهيد سالم عفريت وسرية البركان أوكلت لبعض السرايا الاقتحام مجموعة عمارات ولله الحمد الآن نحن داخل عمارات 12 ولله الحمد الآن نحن أمامنا ممكن نقارب أربع عمارات لكن نحن مخذين حيط والحذر أن توجد العمارة اللي أمامنا مباشرة بها عائلات حسب معلومات التي أخرج علينا من قبل الإرهابيين الذي تم القبض عليه يقولوا حوالي 18 عائلة طبعا قابلتنا مباشرة هذه العمارة تم تحريرها بالكامل في الأيام السابقة الماضية بالكامل جل العمارات تم تحريرها قبل قوات خاصة وأبطال بوديمة ساهم كذلك سرية الشهيد البطل مذاك كل السرايا الأنسة وأفراد الجيش الليبي ولله الحمد إن شاء الله بإذن الله في اليومين القادمة نوع الليبي ستوقف التمرين الممتازة بإذن الله نحن نحافظ على الأسرى بإذن الله في أقرب فرصة سوف نتعامل معهم ندخل عليهم إن شاء الله بإذن الله ونفك أسرى داعش الإرهابية زيارة تفقدية تجول خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية بالمنطقة الشرقية للاطلاع على أوضاعها الأمنية وما يعترض مسيرة بسط الأمن فيها من معيقات إلى تقرير. موكب أمني ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية في الحكومة الليبية المؤقتة وجاب المنطقة الشرقية بمديرية أمن طبرق للاطلاع على أوضاعها الأمنية والعراقيل التي تعيق مسيرة بسط الأمن والأمان في حدودها. قمت بزيارة المنطقة الشرقية بيتها من طبرق مديرية أمن طبرق كان لقاء مع مدير أمن طبرق أمس واليوم كانت الزيارة إلى مدينة مساعد زيارة مديرية أمن مساعد واللقاء بمدير أمن مساعد والوقوف على وضع ومعوقات الارتعاق. جولة تفقدية تخللت الزيارة وشملت جملة من المواقع والمراكز ونقاط التفتيش التابعة لمديرية أمن مساعد كمعبر الجدي والبردي وبوابة الجرفان ومنفذ مساعد البري. ندعم مديرية الأمن والمراكز والمنفذ وهو المهم بالدرجة الأولى لأنه صمام الأمان في المنطقة الشرقية التركيز عليه ودعم وإلغاء المنفذ السابق وتفعيل المنفذ الجديد بدعم حماية من القوات المسلحة.
نقاش موسع تناول خلاله الزوار خلال اجتماعهم مع مدراء الأمن وطواقمه بكثير من التفصيل معيقات العمل والمشاكل التي يواجهها أفراد الأمن أثناء أدائهم لمهام عملهم في المنطقة. معوقات لطبيعة الشغل عادة أي فرد أمن لما تطلب منه شغل ضروري توفر له إمكانيات للشغل. عندهم عدة معوقات من بينهم من الآليات عندهم في مشكلة نقص في الآليات، عندهم مشكلة نقص في السلاح، الاتصالات منظومة الاتصالات ناقصة شوية، ما عندهمش اتصالات طويلة والقصيرة المدى. ضعف في الإمكانيات وأعمال تهريب تقوض بنية الاقتصاد الليبي وغيرها من الخلاصات خرج بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية، ومن خلاله ستصل جميعها للمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في احتواء المشاكل ومواجهتها. لهذا حندير حد من ظاهرة التهريب في كل الأمور التي تتعلق باقتصاد الدولة الليبية. حننقل وضعهم بتقرير إلى مجلس الوزراء للنظر في معوقات التي تعيق عدم تنفيذ القرارات الأمنية. زيارة رسمية تضمنت جولات تفقدية واجتماعات أمنية لتقييم الوضع في المنطقة الشرقية وعلى بواباتها ومنافذها الحدودية في إطار عمل تتصاعد أهميته بالتزامن مع ما تشهده المناطق الليبية من تدهور يطال عموم البلاد. في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل لأزمة السيولة والمختنقات التي تعاني منها مدن البلاد، عقد بمدينة البيضاء اجتماع موسع ترأسه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وحضره رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري. ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للحاكم العسكري، فإن الاجتماع بحث توفير الغطاء المالي للحكومة للعام 2017 وآليات الدعم الضروري لقوات الجيش الوطني بما يضمن لها الاستمرار في حربها على الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ظل الحصار والحظر الدولي المفروض على ليبيا ومؤسساتها الرسمية. الاجتماع بحث أيضا آليات توفير السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد منذ فترة، وتوفير السلع الغذائية والدوائية لمختلف المدن والمناطق الليبية. النشرة مستمرة وفيها تتابعون. أعداد غير مسبوقة من المهاجرين في بداية 2017. بوغدانوف: تدخلنا في ليبيا مشروط بطلب الحكومة. النواب يواصل جلساته حول تشكيل لجنة الحوار. النكوع يبحث دعم الحرس الرئاسي في فرنسا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أفادت إحصائية للحكومة الإيطالية الاثنين أن عدد الوافدين هذا العام تجاوز 13 ألفا بزيادة تراوح بين 50 و70% مقارنة بالشهرين الأوليين من الأوليين من عام 2015 و2016، فيما أحصت الأمم المتحدة هذا العام حوالي 350 قتيلا أو مفقودا. وقبل أسبوع عثر على جثث 74 مهاجرا على شاطئ قرب طرابلس. وأوضح فلافيو ديجاكومو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التي يلتقي مندوبوها المهاجرين عند وصولهم إلى إيطاليا، أن زيادة أعداد الوافدين تعود على الأرجح إلى تفاقم الظروف المعيشية في ليبيا. إلى طرابلس التي نظم فيها عدد من العاملين بقطاع الصحة أصحاب العقود من الأعوام 2014 و13 و14 و15 والذين لم يتقاضوا مرتباتهم وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها بالإفراج عن مستحقاتهم. هذا تقرير يحمل تفاصيل.
إلى متى سننتظر؟ ما ضاع حق وراءه مطالب وغيرها، شعارات رفعها عاملون بقطاع الصحة والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2013 والعاملين بنظام العقود بطرابلس. نقف اليوم الاثنين الموافق 27/2/2017 بميدان الجزائر بطرابلس، وقفة احتجاجية لنطالب فيها الجهات المسؤولة وذات العلاقات بالإفراج عن مرتباتنا التي لم نتقاضى منها شيئا حتى الآن، وخاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها بلادنا من نقص السيولة داخل المصارف ومع ارتفاع الأسعار. قدموا خدماتهم ولم يتوقفوا رغم عدم تقاضيهم مرتباتهم أسوة بباقي القطاعات، ويتساءلون من المسؤول عن تهميشهم. إننا اليوم وفي وقفتنا الاحتجاجية هذه نعلن أنه لم تعد لدينا القدرة على تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وأن صبرنا قد نفد، ومن حقنا نتقاضي مرتباتنا، وعلى الجهات المسؤولة وذات العلاقات أن تضع موضوع مرتباتنا من ضمن أولوياتها، وأن تعمل جاهدة على منحنا حقوقنا في أقرب وقت. نناشد جميع المسؤولين ووزير الصحة بالذات وديوان المحاسبة على الإفراج على كل المرتبات من 2013 إلى هذه الساعة، وعلى الأقل يشوف الناس ويشوف الظروف اللي تعيش، ظروف القهر اللي عايشينها، ومن مسؤول على توقيف هو هذا قرار واجي قرار الافراج، ما كان تم توقيفه نبو احنا من نمشوا ومن نلتجئوا للافراج عن هذا الموضوع. وقفة يلتمس من خلالها هذا الكادر بزيه للنظر في اوضاعهم علهم يجدون من يساعدهم. ملاك الرحمة يسأل الرحمة. في جالو تسلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال أفريقيا عيادة الطوارئ تمهيدا لتشغيلها والإشراف على مهام عملها. قاب قوسين أو أدنى باتت مسألة تشغيل عيادة جالو للطوارئ التي مضى على تجهيزها وتسليمها لوزارة الصحة سنوات عدة لم تدخل خلالها نطاق العمل ولم تخدم المواطنين لتعدد المعيقات والعراقيل. في الوقت الحالي في زيارة لمصحة عيادة الطوارئ بجالو. العيادة هذه تم تنفيذها برعاية من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. طبعا العيادة لها توا 3 سنين للأسف تعتبر يعني سلمت لوزارة الصحة ولم يتم تشغيلها. على كاهل المؤسسة الوطنية للنفط والشركة إيني شمال أفريقيا وقع عبء تشغيل العيادة، إذ سيتولى الطرفان مسؤولية تجهيزها لمباشرة مهامها بعد استخدام طواقم أجنبية ستواكبها أيضا خلال العمل طواقم محلية. زيارة المستشفى الطوارئ طبعا مع بحضور إدارة خدمات صحية جالو، تحاول المؤسسة بإذن الله أن تحاول تقوم بتشغيل المستشفى في خلال فترة قريبة إن شاء الله، وتكفل بالطاقم الطبي والتشغيل والصيانة، ونحاول أن نذل بعض العراقيل الموجودة اللي هي تعيق البدء في تشغيل المستشفى في القريب إن شاء الله. منشآت صحية انتظرت وسكان جالو طيلة سنوات أن تتاح لها فرصة العمل، وباتت اليوم أقرب لأداء مهامها في مجال تقديم خدمات صحية للمواطنين أقرب من أي وقت مضى. إلى صبراطة حيث عقد بمركب تليل السياحي الملتقى الثاني لاتحاد مسؤولي الزراعة والثروة الحيوانية. التفاصيل في هذا التقرير. في مركب التليل السياحي الذي شهد أحداثا مثيرة في السنة الماضية يعقد داخل قاعاته هذه السنة الملتقى الثاني لاتحاد مسؤولي الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمنطقة الغربية والجبلية، شهدت حضور عدد من منسقي القطاع بالمنطقة الغربية والجبلية، وذلك لمناقشة عدد من المحاور لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. جرى الاجتماع هذا لمناقشة المشاكل والصعوبات اللي تعاني منها المشاريع في المنطقة الغربية والمنطقة الجبلية، وكذلك المشاكل اللي تتعلق بجهاز الشرطة الزراعية والمحاجر البيطرية والقسم الصحة الحيوانية، ونتمنى الله يوفقنا ونتمنى الاجتماعات اللي تستمر في كل المناطق المستوى المنطقة الغربية والمنطقة الجبلية إن شاء الله.
جاء الاجتماع للبحث في حصر وتقييم المشاريع الزراعية والمرافق البحرية بالمنطقة وحجم الأضرار ومناقشة آلية دعم الفلاحين والصيادين وتشجيعهم للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والنظر في المشاكل التي تتعرض لها الغابات والمشاتل والمحميات الطبيعية والمنتزهات وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاح بمخاطر الآفات مثل سوسة النخيل وبكتيريا الزيتون. لا زالت النشرة مستمرة وفيها تتابعون بعد هذا الفاصل. البنتاغون يسلم ترامب وثيقة لتسريع القضاء على داعش. التطورات في سوريا والعراق تزامنت مع توجيه طائرات التحالف الدولي 24 ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش في البلدين. القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف قالت إن طائرات التحالف قامت بتوجيه 10 ضربات جوية في العراق قرب مدن وبلدات كركوك والموصل وروات وسنجار، كما نفذت 14 ضربة مماثلة في سوريا قرب مدن ومناطق الرقة ودير الزور وتدمر. يأتي ذلك في وقت سلمت فيه وزارة الدفاع الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة تتضمن توصيات تهدف لتسريع القضاء على تنظيم داعش. البنتاغون أشار إلى أن هذه الوثيقة هي إطار لمشاورات مقبلة للتغلب سريعا على التنظيم المتطرف، لافتا إلى أنه ليس فقط عسكريا ولا يشمل فقط العراق وسوريا. ولم يدل البنتاغون بتفاصيل عن مضمون الوثيقة التي قدمها ولا عن البرنامج الزمني للقرار التي ينبغي اتخاذها. عمليات نزوح جماعية تشهدها المناطق المحاذية لغرب الموصل وصولا لمناطق تسيطر القوات العراقية عليها. إلى التقرير. حملوا ما تيسر من متاع وصاروا يجرون صغارهم في قوافل لا يبتغون إلا حياة باتت في ديارهم مستحيلة. نتنظم نجوع، اقسم بالله العظيم اني نزحت، اني بيتي شفت طحين ما عندي، قصف هاونات والحاله ما يونس زين. اعتبر بيتي نسبت منه هزيمه بتشون بتت صارت ايام مر هذا الهاونات. مئات من المدنيين العراقيين فروا من اخر معقل للدواعش غرب الموصل ووصلوا بعد مسيره مضنيه في الصحراء لخطوط القوات العراقيه. وصلت اعداد النازحين ما يقارب الى 700 إلى 800 نازح من مناطق المامون ومناطق حي التقطيع والمناطق اللي دهمتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق وادي حجر. قهر ليس كمثله قهر، فهؤلاء الفارون بأرواحهم فقدوا أحبة وأقرباء في حرب مستعرة بدأت ولم تنتهي. ولا يا الولي ولا ولا على فيصل ولا وغازي مطعون ومخمور وبنتوب بظهرها ولا على الولي ولا صلاح فيصل صلاح فيصل لجبيتي صلاح فيصل. هذا هو حالهم، يفترشون الأرض صغارا وكبارا ويتسولون مساعدات بالكاد تكفي أعدادهم المتزايدة. المساعدات اللي نقدر نأمنها أو نعطيها للنازحين هي المساعدات اللي تجينا من منظمات الإغاثة ومن وزارة الهجرة والمهجرين. حقيقة المساعدات هو ما يكفي لأعداد النازحين، أعداد النازحين جدا ضخمة، المتوفر عندنا أعداد جدا قليلة، وإحنا نطلب المساعدة من المنظمات الإسلامية أو غيرها حتى تساعدنا في إغاثة هذا العدد. رحلة محفوفة بالمخاطر ومصاعب جمة يعايشها الفارون من جحيم داعش إلى بؤس ينتظرون على أحر من الجمر أن يولي ولا يعود. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل مهند نجم. إليك مهند. شكرا لك حسن. في مدينة طبرق انتخبت الجمعية العمومية السيد جمال الجعفري رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. دقت ساعة الحقيقة
وانتهى عهد سابق لكرتنا المحلية وانطلق آخر، يأمل الجميع أن يكون الأفضل ويساهم في تطور رياضتنا المحلية عموما. ها هي الجمعية العمومية تنتخب جمال الجعفري رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم لمدة 4 سنوات قادمة ليخلف الرئيس السابق أنور الطشاني. حقيقة أنا عجبتني اليوم الشفافية الكاملة من بداية اختيار الرئيس، يعني كنا متوقعين يعني ممكن تصير بعض المشاكل، ولكن الحقيقة كان النظام. الجعفري ورغم خسارته الجولة الأولى من الانتخابات حيث حل ثانيا خلف الرئيس السابق أنور الطشاني وبفارق 8 أصوات بواقع 48 مقابل 40، عاد في الجولة الثانية والأخيرة وفاز ب 62 صوتا مقابل 54. الأندية اختارت من هو الأجدر والأفضل، ونبارك للدكتور جمال الجعفري برئاسة لهذا الاتحاد، ونقول للسيد أنور الطشاني إن شاء الله موفق في حياته الثانية إن شاء الله، ونتمنى الخير للجميع. وكذلك ما ننسوش نحيي أخوتنا في مدينة طبرق على رحابة صدرهم وعلى كرمهم وعلى ضيافتهم وعلى ترحابهم بنا، والحمد لله يعني الأجواء كانت رائعة جدا. الجميع يتمنى أن يرى ولاية ناجحة تنهض برياضتنا المحلية للأفضل، خاصة وأنها عانت قلة الاهتمام في فترات سابقة. وبعد انتخابه كرئيس للاتحاد الليبي لكرة القدم، وجه جمال الجعفري رسالة للشعب الليبي بأن يلتف على اتحاده خلال الفترة القادمة والتي تعد صعبة جدا. نتابع. نحن عازمون إن شاء الله حنكون احنا في الموعد، والشكر كل الشكر للجميع للحضور، وربي إن شاء الله يوفقنا ونكونوا في المستوى. نتمنى بصراحة الشارع الرياضي أن يلتف حقيقة على الاتحاد الليبي لكرة القدم وأن يساعده، وإن شاء الله احنا ناخذ خطوة بخطوة، وخلال يعني من 2 لـ3 سنوات حيكون لنا إن شاء الله مسابقة قوية جدا على مستوى أفريقيا وشمال أفريقيا، ويكون عندنا منتخب إن شاء الله ومنتخب قوي ويصل للنهائيات للبطولات الأفريقية، وننافسه حتى في مسابقة كأس العالم، يعني الوصول لكأس العالم إن شاء الله تكون عندنا أفضل مسابقات. وهذا طبعا نحتاج إلى استقرار الدولة، وإن شاء الله الأخوة السياسيين يساعدونا ونكون في حكومة واحدة وتكون في شعب دولة واحدة، وما عنديش حاجة تانية نقولها، أنا شاكر للجميع حقيقة. وقال الجعفري أيضا أن الانتخابات كانت في الموعد من الناحية التنظيمية، وكل الأجواء في طبرق كانت رائعة على حد وصفه. نتابع. جيدة جدا والله، كانت ممتازة وكانت في من ناحية التنظيم، يعني ما نبيش نتكلم في عملية الكواليس والربط والأمور هذه أمور يعني لها ناسها، ولكن نشكر الناس حقيقة اللي وقفت معايا حقيقة، والأندية اللي دفعت بيا، والأندية اللي وضعت ثقتها في جمال الجعفري. إن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله ما نخذلهمش إن شاء الله. ما في شك الخطوة الأولى إحنا الاجتماع، طبعا أنا رئيس اتحاد لكن معايا 10 أشخاص في مجلس الإدارة، بالتأكيد كل واحد عنده رؤيته، وحنجلس مع بعض ونبدو في استراتيجية متاعنا ورؤيتنا، وحنعرضها إن شاء الله للشارع الرياضي والجمهور الرياضي ككل، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله نختصروا الزمن، عرفت، من أجل أن احنا نصلوا لأفضل مسابقة ونفصلوا لأفضل منتخب إن شاء الله. تحت شعار الصداقة ولم الشمل، نظم نادي الهاني الرياضية الرقيبة دورية لكرة القدم الخماسية بمشاركة 16 فريقا من مختلف مناطق وادي الحياة. لا تتوفر في هذا المرفق الرياضي أبسط المقومات التي تؤهلك لممارسة الرياضة، لكن نادي الهاني الرياضي تحدى الظروف وأقام دوري كرة القدم لمختلف مناطق وادي الحياة وبمشاركة 16 فريقا وتحت شعار الصداقة ولم الشمل. عندنا عدة مجموعات ممكن ضم نادي هذه الدورة، نادي الهاني في هذه الدورة التخصصية. طبعا كرة القدم الخماسية زي ما تشوفوا أنتم ممكن 16 فريق تقسمت على 4 مجموعات، اللي منها هي نادي العاصفة الديسة، وفيه منهم نادي الوفاء، وفيه منهم نادي أسامة وقلعة الصحراء، اللي نتمنى احنا بالذات وشكر خاص اسمحوا لي في هذه التغطية ان نشكرهم على تواصلهم وحتى تعاونهم معنا.
14 فريقا شاركوا في البطولة، وزعوا على 4 مجموعات ليتنافس في كل مجموعة 4 فرق، ويفوز فريق واحد بفارق النقاط ويحرز اللقب، ويستمر تنظيم البطولة بالدعم الذاتي. فيش اي دعم لحد الان، كل هذا زي ما تشوفوا فيها مجهودات خاصه ومجهودات تكاتف الشباب. طبعا احنا يعني زي ما تقول تواجهنا الصعوبات في يعني هذه احنا دايرينها مبسطه رساله، هذه رساله للحكومه، للسياسات، للاتحاد الكوره، ان هم ينظروا بعين الاعتبار بالذات في المنطقه الجنوبيه، وينظروا بالذات للدعم للشباب، لان الشباب اليوم الانخراط لسوء الأحوال الأمنية في هذه الأجواء لازم ينظروا، لأن الشباب هي الهدف، هي المستقبل، هي اللي تبني جيل المستقبل إن شاء الله. قلة الدعم وقلة الجاهزية لم تمنع اللجنة المنظمة من إقامة واختتام هذا الدوري وإرسال رسالة للجهات المعنية بالشأن الرياضي للنظر في متطلبات الشباب، لأنهم مستقبل البلاد. حقق فريق الأهلي بنغازي الفوز على جاره النصر بثلاثة أشواط نظيفة ضمن مباريات المرحلة الرابعة والأخيرة لفرق المنطقة الأولى والتي تصدرها الأهلي رسميا، واكتسح الأهلي جاره النصر بفارق كبير من النقاط في الأشواط الثلاثة، وتبقت له مباراة أخيرة في مدينة البيضاء أمام الأخضر صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة. ودار مباراة الأهلي بنغازي والنصر طاقم تحكيم يتكون من وائل بوشعالة حكم أول وعلي الأوجلي حكم ثاني. أقيم بمقر النادي الأهلي بنغازي اجتماع أندية المنطقة الشرقية المتأهلة لنهائيات الدوري الممتاز لكرة اليد، وهي الأهلي والنصر والنجمة والنصر والهلال والمروج. الاجتماع حضره يوسف الجنجان رئيس لجنة المسابقات، وخميس المغربي رئيس الاتحاد الفرعي لكرة اليد بنغازي، والسيد منعم المغربي رئيس قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي بنغازي. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على حضور أندية المنطقة الشرقية للاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم مع الأندية المتأهلة ولجنة المسابقات لتحديد مكان إقامة نهائيات الدوري الممتاز لكرة اليد. أخبارنا تكاملت، عودة إليك حسن. شكرا لك مهند. مشاهدين، هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. إليكم تذكير بأبرز العناوين. بوغدانوف: تدخلنا في ليبيا مشروط بطلب الحكومة. النواب يواصل جلساته حول تشكيل لجنة الحوار. النكوع يبحث دعم الحرس الرئاسي في فرنسا. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.